أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع القطاعات، والتي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك في إطار ما يجمع بين المملكتين من علاقات أخوية تاريخية راسخة عكسها حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله. وقال سموه إن الروابط المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجسد مدى عمق أواصر المحبة والمصير المشترك، وأن المملكتين أسرة واحدة وبلد واحد، وهو ما أكدت عليه المواقف الداعمة والمشرفة بما يخدم الرؤى المشتركة بينهما. أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مسار العلاقات الثنائية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، وما أثمر عنها من تعاون في قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية أسهمت في خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يلبي التطلعات ويصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة المنشودة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بقصر الرفاع، السيد عبد الرحمن العتيشان رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي وأعضاء المجلس، حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال البحريني السعودي في مد جسور التواصل الاقتصادي والتجاري المشترك نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكتين، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للتنمية، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب في ضوء ما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تميز وتقدم على كافة المستويات، واستمرارية العمل لفتح المزيد من الفرص النوعية بما يصب في صالح الوطن والمواطن، مؤكدا سموه على أهمية تعاون القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية لتحقيق النجاح للجميع. من جانبهم أعرب أعضاء مجلس الأعمال البحريني السعودي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الصعد بما يحقق النماء والازدهار لصالح المملكتين الشقيقتين.